السلام عليكم. هنا اكزاكتومون رانا في بلديه تيغنيف ولايه معصر، المارشي هذا تاع سوق الفواكه. ناس بسطاء مساكن راهم يطالبوا بتحقيق، بس قال لك الرزق ديالنا راهو في اللعب. فريمون الحاله ما راهيش تعجب تماك. بليس دو ديتاي تبعوا معنا تعرفوا. هنا رانا جايين من بسكره ومخلين زوج صواب كبار وجايين هنا على جال الامان. انا احنا هنا لقينا رواحنا، انا عندنا ربع ساعه احنا هنا مخلين عائلتنا وليداتنا على جال على السوق هذا. السوق هذا راه كون يخطوا لك بوعك ازرا ما نديروا فيه والو، راهم هما اللي مستقرين وراهم هما اللي محامينا. السوق هذا راه صرا فينا ذا النهار اللي فات هذا يا خاوتي، فكونا ديروا لنا حل. قالوا لنا باللي راهي صاريه هنايا كيما نقولوا احنا مشكل عويس هنايا، راكم غاشي تبارك الله. سي سي بوسيبل نحوسوا نفهموا واش كاين، شكون يقدر يهضر لي؟ الحاج تفضل يا بابا. الاولى السلام عليكم. السوق هذا لا هدايا السيد هذا ما راه لا قابلنا لا والو، كي باتوا كوا منها يباتوا ملاح. السلعه ما تروحش، لامبالاج ما تروحش. خطرت انا وين نجي هنا ما تبقاليش فامير، يقولي روح وما اروح خلص. الحمد لله زعماك هانيين 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 حزبك هانيين الحمد لله ربي هانيين. ثم راك تقول لي انتم راكم هانيين ورجعوكم شي هانيين؟ رانا هانيين، رانا هانيين، رانا هانيين. المشكل مال المشكل وين راه؟ المشكل احنا ماذا بينا يقعد هذا من السوق يقول معنا لا اختار يا منظم اخويا، منظم اخويا هذا قانون السوق. انا بينا هذا اللي كان قبل السوق قبل هو المشكل ماراش في السوق. ابي حي رئيسينا وردوه لنا. المشكل ماراش في السوق. لا ما معسكر راني جاي انا ولا غريوي واحد يهضر واحد يا هذا مول السوق عنده اديان راهم يحاربوا فيه اداريا. هنا في السوق الناس تخدم على روحنا عافيه. هذا امنين المشكل، المشكل راه في السوق بالاداره هذه. لا عندنا اداره، اداره اللي اسا اسمع لي جاعتهم براني قالوا له ماشي مليح، جا واحد اخر قالوا ماشي مليح، جا حنا ما نقولوا لا اكس لا ايكغيك، ما نقولوا لا ابو عكازا. حنا عندنا مشكل في اداره، اداره ماشي مريقله. هيا ولي الضحيه يوقع اللي راه يخلص دراهم هنا يوقع ضحيه. البارح قطعنا برك، البارح قطعنا ولا تقطع كبيره هنا، ولا تقطع كبيره هنا بخدمي ولا غير بخدمي. اقسم بالله غير بخدمي، خطانا البارح برك، خطانا البارح ليله بركه، خطانا بركه يا ربي 12 ساعه ولد حيه بالخدمي. هنا احنا كنا مع هانين، ما كانش غير الاشكال، ما كانش ما كانش عندك تخلص، ما عندكش ما تخلص، ما كانش زعما في عادي كاع صح. شحال راكم تجار هنا كامل؟ فايت 2000، فايت 2000. هنا راه سوق كبير وسوق جي. اسمع يا اسمع هذه، اسمع اسمع هذا راه سوق جهوي يضم واحد 17 ولايه. هنايا المركبات واحد 3500 مركبه يوميا. صحيح صي الناس اللي راهي تدور التجار من كافه الولايه من كامل من تامر راس من ورقله 58 ولايه. اسمع كاين منتوجات محليه تصيبها متوفره ابار هنا في السوق هذا. صحيح نقولوا جلبانه، نقولوا دلاعه على البلاد. انا من قسنطينه عندي 5 سنين، انا من الشرق، انا من قسنطينه، انا عندي 5 سنين، انا من نهار حكموا جماعه بوكاز وانا معاهم الحمد لله يا ربي الامن والامان اخويا. اذا احنا عارفين بلي فيها خلل الكبير هذا كاع الناس تعرفها. البلديه اي بلديه فيها شحال من انسداد مخلطه في بعضها قدها، والمير كان كاين عاودوا خرجوا. مهم مشكل في الاداره. المطلب تاع الشعب هذا قال خلينا المستاجر هذا وخلي لنا امورنا تمشي كيما راهي. بلا شوف يطالبوا بها هم يطالبوا، قال لك هذا لو كاين السوق خلوه يرجع يخدم. احنا اسمع لي، هنايا ناس ضعفاء بسطاء، كاين اللي عنده كريديات برا الدروك، كاين اللي راه شاد كرش وخايف، خايف كريديات ويروحوا ولا غير فوق المليار كريدي. هنا تالي ها هو التالي، التالي ها هو راه معايا ها هو متغني ها هو غردايا. انا كنت خدمت انا كنت خدمت مع المتغني المتغني صح. نقول لكم شنو نديروا كريمه اخيره. احنا نطالبوا بسيد الوالي، احنا عارفين باللي سيدنا رمضان على الابواب. وسيدنا رمضان هذا واش طلب؟ المائده طلب الخضره. هذا اللي في اقرب الاجل يديروا حل السيد هذا يخلوه يخدم على روحه، خاطر المضرور الوحيد هو الشعب. هذه دائره تيغنيف ما فيها حتى مشروع ياكلوا منه ولا تيغنيف، كاين غير هذا السوق يتقوتوا منه. هذا السوق منه من تيغنيف الى تيارت الناس راهي تاكل كسره. كاع المسكينه اللي يخدم خلو، اللي يخدم يحمل، اللي يخدم كاع الناس راهي تقاضى من السوق هنا تاكل خضره. ما كاينش. هل انت راك تشوف روحك محقور؟ محقور ها؟ محقور وظلموني. صح ظلموني. ها هو محضر اجتماع الخاص بعمليه المزايده لسوق الجمله للخضر والفواكه. صح راس المزاد على بواكز يشم مسير شركة هريش بيزنيس بمبلغ. صح زيد هذا محضر الاجتماع تاع لونشير. مورا محضر الاجتماع تاع لونشير تجي المداولة. هاو المداولة، ها المداولة، المداولة فايتة ومأبروفي من عنشر دايرة أو رئيس البلدية. صحيت أبري المداولة كيديروا مداولة كاين عقد إيجار
اللي يربط بين الطرفين صح. او عقد ايجار او عقد الايجار هو هل المستاجر رئيس البلديه هذا التسجيل تاعه. حنا نروحوا لحاله تري امبورطون يا مسيو ابي. نعم الحاله هذه انا القرار تاع الفسخ هذا اللي زمن عند رئيس البلديه. قرار الفسخ حبيت نسقسيك. قرار الفسخ هذا خلصتوهم مفجر. خلصتوهم ولا ما خلصتوهمش؟ نعم بالكم يسالوا لكم دراهم. لا 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 يا خويا لا او الشيك الاول تاع السنه الاولى او الشيك صح او الشيك تاع السنه الاولى صح زين او مبلغ الضمان لمده 3 اشهر صح. هالمراسله تاع رئيس البلديه للسنه الثانيه هذه واش فيها؟ هذه المراسله يقول لك رئيس البلديه سدد المبالغ تاعك تاع السنه الثانيه دفع مستحقات الايجار نسخه موجهه الى سيد دائره تغنيف هذا المبلغ هو او تزيد الايجار للسنه الثانيه طيب دو شيك فيزي امسيو امسيو لو تريزوري كومينال دو لا بيسي تغنيف صح لو مونطو جلوبال يعني راك تقول لي ما يسالك والو ما يسالونيش ايوا شنو هذا قرار الفسخ الذي تفاجئنا به يوم الاحد 7/1/2024 اللي زرع الفوضى وزرع البلبله في 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 سوق في سوق الجمله الخضر وفوكي لبلديه غنيف. انا هذا القرار قرار مفاجئ قرار تعسفي. كيفاش انت كيفاش عرفت بلي مفاجئ وتعسفي؟ قرار مفاجئ هذا القرار راهو صادر كاين ارساليه صادره عن راي عن عن الارساليه صادره عن والي ولايه معسكر الصادرة في 4/1/2024 هذه المراسلة من سيد الوالي إلى سيد رئيس الدائرة سيد رئيس الدائرة ثاني كانت المراسلة تاعه 4/1/2024 من رئيس الدائرة إلى 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 رئيس بلدية غنيف. رئيس بلدية غنيف اصدر في نفس اليوم وفي نفس التوقيت قرار بفسخ عقد إيجار السوق في 4/1/2024 وهذه 4/1/2024 تضامن مع يوم الخميس الخميس الجمعة السبت ما عندنا حتى سلطان نلجؤ ليها لا إدارة ولا قضاء. هنا رانا متواجدين مع السيد الرئيس اللي عنده حق الرد. سيد الرئيس حبيت نسقسيك حاجة، واش المشكل هذا اللي راهو صاري هنايا؟ مرحبا بخويا، مرحبا بكم في تغنيف. هذا سوقنا سوق تغنيف ان شاء الله، ويقعد في تغنيف ما عنده وين يروح. هذا السوق السوق راه في تغنيف، كاين واحد الاقاويل يروح من ويروح من ما عندهش وين يروح. سوقنا يبقى سوقنا. كاين بعض الاجراءات اداريه انا نديرو فيها الناس فهمتها خطا. شنو هو الاشكال؟ واش من اشكال؟ انا نشوفو هنا الناس هم زعفانين، انا نشوفو لي جوندارم، انا نشوفو مكافحه الشغب، انا نشوفو يعني ماشي حاجه على ما يرام. ما هو سي كوا كيما نقولوا البروبليم؟ وجست المشكل انه كاين كاين اجراءات قانونيه تحبس العقد. اجراءات قانونيه سامحني. الناس هادو ما لي راهم حاكمين هنايا المارشي هما راهم كارين شحال كونطرا ديالهم وما عندهم كونطرا دو 2022 ل 2029 حتى 2029 يعني حتى 2029 باش يخرجوا دفتر الشروط فيه 3 سنين صح. كي دكتور الشروط كي دفتر الشروط عنده حتى 2029 رانا دوكا 2024 يعني كاين ناس ما احترمتش البند ولا ما احترمتش الاتفاقيات. اجراءات قانونيه. اجراءات قانونيه يعني شكون ما احترمهاش؟ البلديه ولا الولايه؟ لا اجراءات قانونيه ادت لهذا الحل تاع دروك مؤقت في انتظار اعاده الاجراءات. بصح وشنو الحاجه القانونيه طونك نتوما سنيتو كونطرا؟ اي كاين 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 مراسلات كاين اجراءات. المراسله من عند من سيدي الرئيس؟ كاين وصايه. وصايه من عند من؟ وصايه من عند من؟ من عند من جات تسمى كيما نقولوا القرار من عند من جا؟ كي نقولوا وصايه الوصايه بشتى انواعها. لا بشتى انواعها ما لا نحصلها فيه من مدير الغابات. لا وصايه ما لا قولي شكون وصايا كينغو بلديه بين الوصايا تاعها شكون ماشي مديريه الغابات. لا ماكش حاب تقولي الاسم. لا مليح كي تقول لي. سامحني مستر شكون كيما صح سيد شوف نقولوا لا توتال لا توتال يعني الولايه. لا توتال فيها 100 حاجه ثم ماكش حاب تقولي شكون. وحنا السيد هذا كان مبلغينه راه عنده البيان ثم شكون صح فيه صح الرئيس كاينه حاجه حبيت نقول لك هذا غلقتوا له بلا ابلاغ مع الاول
اسك سي نورمال هيك كاين ابلاغ على ما كاش لا ما كاش ابلاغ انا شفت الورق كاين محضر قضائي نعم كاين محضر قضائي كاين محضر قضائي صح لوي سي سي نورمال يبعثوا تخدموا نورمال مي ولكن الابلاغ وراه ابلاغ هذا الابلاغ يبلغ الويسي لا اسمح لي مي بصح بدون سابق انذار ديريكت هاو الويسي هو اللي بلغ صح سامحني انتم طونك عندكم كونطرا لونغ ديوري علاش عاودت فسخت في عام ولا عامين وانتم دايرين كيما نقولوا كونطرا بينكم وبين البلديه يعني هذا حتى 2029 ولا باش انتم تحبوا ترونوفليو الكونطرا ولا ما ترونوفليوش مي ولكن ابارامون جيتو دوكا وغلقتو له وراني نشوف هنا التجار راهم في حاله هيجان سامحني وراني نشوف التجار هنا في حاله هيجان يعني السؤال يبقى مطروح هل راكم تخدموا لصالح الشعب هذا ولا لا لصالح الشعب اما الناس هي غضبانه لصالح ولاد البلاد ولا والضياف مرحبا بهم تاع الولايات المجاوره انتوما كيفاش تقولوا لي انتوما شنو نقول خويا ما حنا هذا معك ما كاش قال مع اي كلمه كاش ما كاش ايش قال انا مش منه والو هذا بنادم سيدي واش كاش 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 تغرى كاش السيد راه يقول لك ما عندناش اشكال ما عندناش اشكال مع زاهرين معاه هو ما كاش اشكال معاه كشخص ولا كمستاجر كاش سامحني كاش تغرى غير قانونيه راه دايرها السيد والو لا سقسي انا الوثائق ثبت الوثائق شفناهم الوثائق انا شفتهم ما شفت صح ما السؤال ينطرحوا عليك انت قلت لي الوثائق دوكا تقدر حق الرد ديالك اعطيني واش الوثائق اللي خصو باش تغلقوا له ايوا وثائق تيمتوا على مستوى الوصايه الوصايه وانت ماشي وصايه انت رئيس بلديه وعندنا وصايه اللي درت القرار تاع الفسخ صح انت اللي درت القرار سيدي نعم سيدي هل انت ريد بوزي احنا نخدموا مانيش فاهم انا سامحني السلام عليكم سلام خويا احنا هذا السوق ما شفنا منه والو في هذه اللحظه رانا في نعمه وهذا مول السوق الوقت اللي كان كنا احنا في هذا السوق ما عندنا حتى مشكل مع هذا مول السوق في الامان ندخلوا ثاني هنا في الليل في النهار ماتريالنا في الامان عندك تخلص ما عندكش تخلص صح المشكل وين راه مال على داروا هكذا المشكل احنا والله ما عرفنا ما بين ليلة ونهار تتغير السوق احنا ناس مساكين انا حاب نعرف شكون اللي راهو جاي يعلم بها ربي ما كاش كاع اللي على بال احنا هذا السوق احنا في ظرف احنا في تصنفها في خانه تصفيه الحسابات هكذا حنا في 10 دقائق قالوا لنا خرجوا السؤال يبقى مطروح وكي تخرجوا وين تروحوا انتوما ما عندناش وين نروحوا احنا هذا راك هذو كاع ناس مساكين ما عندهم كاع وين يروحوا راهم من المسيله راهم من سعيده راهم من مسغانم راهم من غير اللي جا راهم يجوا ياكلوا كسرانه هذو كاع اللي ركبتوا فيهم انا ماشي من معسكر كاع هذه 58 ولايه راهي هنا مخلطين كاع هذه 58 ولايه راهي هنا كاع هنا راهم جايين راه مبوت هذا راه بوت الصحراء بوت الصحراء هذا راه في الوسط هذا جا في الوسط وقعد في الوسط من كل جهه هذوك انتوما دوك المصير تاعكم كيفاه السلام عليكم الى والي ولايه معسكر عندي دغري وين راهم يسترزقوا من ذا السوق ما عنديش وين نروح هنا ناكلوا كسره والسوق سوقنا بالامان رابط امه هذا السوق شوف هذا الصغار التاجر انا التاجر كل تاجر عندي 4 خدامه هاي 4000 خدام بس خصني كان من بلا 1000 خدامه ساعه نروح نخدم وياه ولا نروح ونخدم من يروح انا ما معسكر من صحابي انا ساعه معسكر نخدم في ذا السوق انا ساعه عند برا ولاد الثغريوينات ما عنديش وين نروح احنا ما شفنا من عندهم والو انا مولا ماتريال نروح في جهه اخرى نخدم عليهاش ونخدم خدام هذا مولا نهار كيسرى له الناس هادو ما مساكن الناس هادو ما قال لك باللي تغلق المارشي اللي بيهم سمحوا لي اللي بيهم يتقوتوا اللي بيهم القوت يعني بلاصه كامل بلاصه وين يقدروا القوت وين يقدر كيما نقولوا تتمشى الحاله سيك هنا بدون سابق اندار غلقوا لهم كي غلقوا لهم رانا نشوفوا مليها كاين كيما نقولوا قوه الامن كامل مادابيا ان شاء الله هنا ما يكون والو مادابيا ما من الناس هذو راه معاقلين
الحقيقه الناس هادو راهم عاقلين، ما همش تاع مشاكل، مام 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 قوه الامن راهم كيما نقولوا راهم اليس ثاني، ما كاين والو. ونتمنى ان شاء الله ما يكون سمع احنا مدير حسابك مليان من اليوم ما صدناش لهنا، ماناش هانيين، كنا هانيين بصح مش اليوم. شافني شاف دايره، شافني للامانه راهم شاهدين، شافني شاف دايره هرب هرب فحج، شافني قلت له السلام عليكم هرب هرب الروح هرب لي في وجهي يا خوتي، رحت ليه باش يعطيني حق الرد. سمحوا لي سمحوا لي، رايح عليه قلت لهم السلام عليكم مشي شاف دايره تعطيني حق الرد، عطاها ديريكت. اما المير اما المير اما المير اما المير باش شوف المير المير رجع لي، ولكن كاين حاجه حسيت بلي لا حول ولا قوه له. ضغوطات ضغوطات من الفوق، ما نقولوش الفوق، لا لا الفوق حنا نقولوا الرئيس، على الرئيس يعجبوا الحال صاري هنا. الرئيس قال الجزائر، الرئيس 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 قال هذه الجزائر جديده، راهي جاي من الرئيس نشوفوا مع الجزائر الجديده، بصح اللي تحاتها ما كانش جزائر جديده، ما كانش الحق ما كانش هذا يقول كلمه الحق. انا نتفرج عليه بالك ويخدعوكم، اسمح لي نتفرج عليه يقول بالك حبيبي بالك يخدعوكم ويقولوا لكم كلمه جات من الفوق، جات من وزاره الداخليه، وزاره الداخليه تزيد فيها حكم. سمحوا لي سمحوا لي اروح شوف خويا اروح، سمحوا لي سمحوا لي، وزارة الداخلية تجي تزاحمكم من توما تنحي لكم الخبز، والله ما جات من الوزارة الداخلية. بالنهار بالنهار تاع ويكان والله ما فيها لا مافيا، حتى السيد حتى هذا المستعجر احنا هنا مرة قبل المستعجر وما جا وقت ويكان ما كان والو. راه في يومين تبدلت الحالة، تبدلت بعد ما كان التجار بعد ما كان التجار هنايا يصوروا يخلوا الماتيريال تاعهم يخلوا القوة من تاعهم، دروك الناس اللي تبات في قوة منها سوقنا منظم فيه الناس امان اللي حاجتك قدامك احنا قاعدين بغيت تدير حاجة قانونية، سوقنا دير حاجة قانونية ديرها وقت الخدمة، خلي هذا الانسان يدافع على روحه، خلي الانسان هذا يشكي، خلي الانسان هذا يتصل بالقضاء. علمه قبل الله فهو علمه قبل الكونترا تاعه تاع 2009 وحنا رانا ضايعين، حنا ضعنا حنا ضعنا حنا ضعنا مشكله حنا ضعنا. اخويا العزيز واخويا واش كتقول خويا واش كتقول؟ احنا المضراري خويا سيد راه قانوني كونترا تاعكم حتى 2009 تاكيد تجي ديريكت يا مو مافيا انت، هذه عصابه هذه علمه شنا كوفوكاسيون. احنا جينا احنا احنا جينا احنا جينا الصباح احنا جينا الصباح شنا حاجه نقولها لكم حاجه نقولها لكم حاجه نقولها لكم راهم يقولوا لكم راهم يقولوا لكم جات من الوزاره وجات من الدوله وجات من الفوق. حبسوا 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 ما كانش منها الدوله، ما دير لكم شكا والدوله ما تحقركم ما تحقرش مساكين هكذا مليون خمسة حاجه تبان على حواشيها. رجعنا لا لا دوك دوك رجعنا ماشي ماشي هاي دوك دوك كل حاجه تبان. احنا رانا الناس مسالمين خاوتي خاوتي راهم هنا في يومين معنا راهم ياكلوا معنا ويشربوا معنا دوك كل حاجه تبان على حواشيها. لا مستر كنا كي ندخلوا الباب تاع السوق قعدنا الناس سواسية نعطوني العوين تاع البلدية هما اللي هم قاضين المارشي اليوم، هما اللي هم قاضين المارشي اليوم، المارشي راهم ديكات كبار مصاريين فيه. شفنا سمعنا بلي كاين مكافحة الشغب راهم تماك، كش ما صرا ديزانسيدون ولا ماشي ما صرا حتى ديزانسيدون الحمد لله يا ربي. احنا ناس مسالمين، احنا ناس نبغوا الامن ونبغوا الاستقرار. احنا 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 ناس ماناش 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 ناس تاع مشاكل. المحضر القضائي كي جا جاي يبلغ، كي تبلغني وموا تعطيني مهله للتنفيذ، ما كان حتى مهله. جاو بلغوا اخرج ديريكت ونفذوا وخلوا اخرج ديريكت تلفت سوالحك وخرج، كاين قرار نفذوه. واش حكي واحد خدام تما كاين هما ابي كاين ناس بزاف راهم خدامين تما. انت راك تشوف انت راك تشوف هذا الظلم في حقكم، هذا ظلم بحد ذاته، هذا ظلم بحد ذاته، هذا قرار تعسفي، قرار ظلمي. البلديه مخلصها، ما عندي حتى خلل في دفتر شغل، ما عندي حتى خلل في عقد الايجار، ما فهمناش. اخي الكريم لي من تمدر الرساله تاعك راك حر. رساله نوجهها الى السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون. احنا شباب، شباب اليوم شباب رجال الغد، احنا شباب مؤسسه ناجئه. سيدي رئيس الجمهوريه انت تحدثت عن الشباب وراك تشجع في الشباب، احنا واحدين من الشباب هذول انا مظلومين اليوم، مظلومين انا متواجدين في الولايه تاع معسكر سيد الرئيس الجمهوريه، نجوا السلطات العليا
نجدوا وزير وزير الاول، نجدوا وزير الداخليه، وزير القضاء لفتح تحقيق حول قرار الصادر عن رئيس البلديه. هذا القرار اللي تعرضنا ليه لظلم كبير، تعرضنا لحقرة، تعرضنا معليش معليش خويا سيد الرئيس هادي وصاي، سيدي الرئيس هادي وصاي، سالوا له دراهم السيد هذا راه مخلص خلاص خلص راه مخلص خلص عام صحه اسكت كيما نقولوا سمحونا سمحونا خلي هذا الراس الكونترا مازال ما كملتلوش نعم ما كملتش ايه ما كملت ومخلص عامه ومخلص عامه ويبقى السؤال مطروح يبقى السؤال مطروح سمحولي 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 نعطيكم حاجه انا نشوف الامير مش عاجبه الحال ثاني كي 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 واحد تغلق من الاخر اسمع تفضل تفضل بلا نشوف بوكاز هشام مسير سوق الجمله الخضر والفواكه جانا قرار لفسخ سوق لفسخ عقد سوق الجمله للخضر والفواكه من طرف رئيس البلديه القرار هذا يحتوي على بناء على ارساليات من سيد والي الولايه الصادرة الإرسالية الصادرة لربعة 4/1/2024 إلى السيد الدائرة القرار الصادر من رئيس الدائرة إلى رئيس البلدية 4/1/2024 والقرار الثانية 4/1/2024 وربعة صادفت بيوم الخميس مولدها يوم الجمعة ومواليها يوم السبت غلقوا جميع المنافذ بدون إيصال إلى أي إدارة منعوني من اتصال من الإدارة ومن القضاء صادف قرار الإخلاء وغلق السوق وفسخ العقد يوم الأحد شحال واحد هو ياكل خبزانة يا ناصري قاعد 58 ولاية مستر مستر الجزائر لك 58 ولاية 58 ولاية تاكل خير هنايا مستر اب كاين 58 ولاية من الصحراء من الحدادة للحدادة راهم ياكلوا بالسوق ها هو مقصطينا ياكلوا خبز هنا التجار حتى كلونديسا وياكل خبز هنا كاع كانوا يسرجوا منا ومن بعد ها هو مقصطينا ها هو مقصطينا هذا مش 5 سنين وانا هنا ها هو مقصطينا انا من نهار حكموا جمعوا هنا زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.